هاي نزلت حرارته، نشكر الله إن شاء الله ما ترتفع بالليل. هلأ نام، أنا رح أجهز له حليب لبعدين. يا روحي يا حبيبي أنت يا روحي، أنا بحبك كتير كتير، وبحب نيفين وإيلين ومجد وعثمان كمان، والله بحبهم ولهلأ بحبهم، بس ما قدرت ورجيهم هالحب لأنه أنا زلمة ماني مبسوط وتعيس كتير. حياتي كانت مليانة بالندم، يا ريت لو أمك كانت جميلة يا مصطفى، ساعتها رح كون مبسوط كتير. لو منرجع ومنسى كل شي بلحظة ومنكون مع بعض. لا 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 يا روحي يا عمري انت. لا تخاف حبيبي، انا جنبك مصطفى. طيب لو اتهمون حكم قديش، يعني قديش ممكن ينحبس؟ هلا مو وقت تفكري بهالشي، بكير كتير. مشغول بالي كتير، عن جد حاسة حالي مشوشة كتير. لا تاكلي هم، أنا رح حاول ساعده على قد ما بقدر. نديم بيك، يعني مثل ما قلت لك من قبل، إذا لسه عم تفكر، يعني إذا حابب تساعده كرمالي أنا. جميلة خانو، أنا بقدم المساعدة لأي حدا واقع بظرف صعب، مو مشان شي أبدا. طيب مصطفى. كيف وضعه؟ نزلت حرارته؟ ايه نزلت وتحسن. ايه الحمد لله، ان شاء الله مع القلب وشر. يا استاذ انا هون وجميلة مانا لحالة هلا، فاذا بدك تروح على شغلك ما رح نعطلك اكثر. شكرا كثير لك، تعبناك معنا. اذا احتجتوا لاي شيء خبروني فورا، ماشي؟ يسلم بخاطرك. مع السلامة. خاطرك. مع السلامة.
اثنين شاي لو سمحت.